أنا اسمي أدهم أحمد الأمير، طالب في كلية تربية رياضية الفرقة الأولى بأسيوط، مواليد 1/10/2001، عندي يمكن 18.5 سنة أو حاجة زي كده. حابب أتكلم النهاردة معاكم عن الموهبة بتاعتي، وهي موهبة الرسم. أنا الرسم موهبة عندي من زمان، من أولى إعدادي تقريبا. اكتشفتها في أولى إعدادي أصلا، أنا ما كنتش بحب الرسم، بس جه في أولى إعدادي في أول حصة للمدرس بتاعنا اسمه أستاذ باسم، هو اللي حببني يعني في الرسم، واكتشفني وعلمني المبادئ والأساسيات وكل حاجة تبع الرسم. بالنسبة للموهبة اللي عندي، أنا كل اللي عرفتهم الحمد لله أدعموني، يعني من أول أمي وخلاني وجدي وتيتا الله يرحمها برضو كانت دعماني خالص، وأصحابي وإخواتي كلهم كانوا بيدعموني، والحمد لله بفضل الله. طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد الاجتهاد بتاعي، ابتديت ان انا اطور من نفسي واحده واحده. فحابب اقول لكم ايه اللوح اللي انا عملتها. في دي رسمتها بالرصاص، كانت 2014. بعد كده واحده واحده ابتديت اطور من نفسي ورسمت بالفحم، في دي كانت 2016. بعد كده سبت بقى الرصاص والكلام ده، وحبيت ان انا اطور من نفسي اكتر، فعملت حاجه اسمها رسمه بالديجيتال ارت، اللي هو مثلا بالفوتوشوب والحاجات اللي زي كده. فعملت اللوحه دي سميتها لوحه نوبل، رسمت فيها السادات ونجيب محفوظ واحمد زويل، اللي هم الناس اللي خدوا نوبل. دي ديجيتال ارت. بس انا برسم، كنت بحب ارسم الحاجات الغامقه، بحب الحاجات الابيض واسود والحاجات اللي زي كده كتير، فحبيت ان انا اصلا اطور من نفسي خالص 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 وارسم بالاكريليك. الاكريليك ده ماده من الالوان، حبيت ان انا ارسم بيها، وعشان ارسم بيها عايزه الوان وبتاع. انا ما كنتش بحب النوع ده خالص، بس قلت اجرب. فرسمت اللوحه دي الموناليزا بألوان كده وشخبطة وبتاع، بس لقيت الموضوع حلو ولذيذ وجميل، فحبيت ان انا اجرب اكتر. فرسمت دي، وحبيت اكتر ان انا ادخل في تفاصيل اكتر، فرحت راسم العين دي. بعد كده قلت يعني خلاص، يعني كفاية الانسان وكده، ورحت دخلت في الحيوان ورحت راسم دي قطة برضو بالاكريليك، طبعا اكريليك، وكنت بستخدم شويه جواش كده وبتاع. انا دخلت مسابقتين اللي هما الرسميين، يعني اكتر حاجه دخلتها، دخلت مسابقه في مكتبه الطفل والشباب، دي زي قصر الثقافه كده، بس على صغير يعني، وخدت فيها مركز اول. لكن بعد كده دخلت مهرجان ثقافي كبير، عامله جهاز مدينه الصوت الجديده اللي عندنا، وابتديت وخدت فيه مركز تاني، بس ده طبعا من زمان، من 2016. بقى دي الجايزة. نيجي بقى عند اصلا اللوحة اللي المفروض اتكلم عليها، واللي هي اصلا اعظم حاجة عملتها انا. ده طبعا الشهيد احمد المنسي. حبيت احكي لكم ايه اللي انا استخدمته في الرسمة، وايه معنى الشهيد احمد المنسي اللي رسمته كل ده. طيب انا استخدمت الشاي والغرا، استخدمت الغرا الاول ان انا عملت الرسمه بيه، وكبيت عليه الشاي عشان يلزق. اشمعنى احمد المنسي؟ احمد المنسي بطل كبير من ابطال الوطن طبعا اللي كلنا عارفينهم، بس المنسي حاجه يعني جميله جدا. انا عن نفسي ما كنتش اعرف الشهيد احمد المنسي، بس كنت اعرفه اسم، لكن عرفته كمواقف والبطولات بتاعته من المسلسل بتاع الاختيار، ده حبيبني فيه اكتر، وخلاني ان انا اعمل له حاجه كده بسيطه جدا نفتكرها طبعا بيه، وربنا يرحمه ويرحم كل الشهداء. ده اصلا غير اصلا ان خالي اصلا ضابط جيش، وكان بيحكي لنا عن الابطال والشهداء، بس طبعا الموضوع مش هتلاقيه زي ما هتشوفه فعلا، زي ما شفناه في التلفزيون كده ومسلسل الاختيار وبتاع، فهو ده اللي حببنا فيه اكتر. بس طبعا يعني حابب اقول لكم برضو، انا قدوتي طبعا بابايا، انا بابايا متوفي من 2006،
طبعا انا نفسي طبعا ابقى زي بابا، لان انا كل الناس اللي تعرف بابا او اتعاملت معاه يتكلموا عنه بحسن كلام ويدعوا له وكل حاجه. فانا نفسي ابقى زي في يوم من الايام ان كل الناس تتذكرني بالمعروف وتعرفني وتدعي لي لما اموت وكل حاجه. وطبعا في نهايه الفيديو احب اشكر كل اللي وقفوا جنبي، من اول امي وخلاني وجدي واهلي كلهم واصحابي. طبعا اصحابي ما سابونيش خالص خالص خالص، من اول ما بدات لغايه دلوقتي اصحابي معايا. وبحب اشكر طبعا طاطا على التصوير بتاع الفيديو، ومهند كمان على ان هو ساعدني في الاخراج، وفارس ساعدني في التصوير، والاستاذ مين ظريف برضه في اللقطات الارشيفيه. وشكرا ليهم كلهم ان هم ساعدوا ان انا اعمل الفيديو الجميل ده خالص. واخر حاجه احب اقولها لكم، يعني الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.